ما بقولك، وكان تحت الجوع. أنا اللي حطيت مجرد على العرش، لكن دلوقتي بعد ما مسك الحكم اتغير، مش عايزني جنبه، وعايز يسحب كل حاجة من تحت فيه، وبيقضي وقته كله عند مراته الثانية. وإيه المطلوب مني؟ مش كتير، عايزاك تنقلي كل حاجة بتحصل في البيت بتاعي، عايزاك تكون عيني بشوف بيها، ولو اتغيرت الظروف تقتلي. أقتله؟ أيوه تقتله، أنت أكثر واحد للمهمة دي. لكن ده جوزك، ده الراجل اللي حكيت لي عليه الولاء، أنت فيك روح. يعني عايز تقول لا؟ لا، أيوه لا، وألف لا، مهما كانت إجراءاتك. عسكري مصري
عسكري شريف بلدي. فاهم انت عليك؟ فاهم؟ فاهم. احنا تمام يا فندم، زي ما امرت حضرتكم نشأنا مدرسة ضباط في أسوان، خرج 1000 ضابط مصر دون نواد جيش مصر. لا بص كفاية بلدنا ابراهيم، بص كفاية، لازم نفتح مدارس تاني كتير عشان نخرج عساكر مصريين بلدنا. تمام يا فندم تمام. كمان نفتح مدارس كنت في أسوان ومدارس عسكر في بني مدينة، وكمان أمر بفتح مدارس في جرجة وفي برشوت. عفارم يا فندم تمام. كمان نمر نفتح مدرسة كبير تخرج عسكري كبير في قصر عيني. فاهم بلدنا؟ تمام. عشان تخرج عسكري مصري شريف بلدنا. فاهم انت يا كبير؟ فاهم فاهم. يلا بلد يلا. تمام تمام. وبالفعل كانت دي بذرة جيش مصر الغاضب. أصبح لمصر 6 كتائب جند النظاميين، وتجاوز عددهم 25,000 جندي، فأمر بانتقالهم إلى القاهرة. ولي عباس يحافظ عليهم، ولي عباس يمسك فلاحين مصريين عندهم. إحنا لازم نؤمر إبراهيم باشا يهجم ويسحب ويخلص على والي حاتم. باب علي يريد عز محمد علي، باب علي يريد فتر أحلام محمد علي، يبطل اسم مصر والسودان بس، وإلا هجوم على مصر. لا، الموضوع ده لازم تفكير كتير، تفكير كتير طريق. وأثبت الجيش المصري إنه خير أهل الأرض. طلبنا مشروع ولادة اسمها مننا. هي ما طلبتم عرابي، قول. تشكيل مجلس النواب يبني الأمر، تعديل القوانين العسكرية، المساواة بين الأطراف المصريين والشرق، تعيين نظر جهادية لأبناء مصر، وزيادة عدد الجيش 18,000. كل هذه مطالب ليس لكم حق فيها، لقد ورثتكم عن آبائي وأجدادي، وما انتم الا عبيد احساناتنا. دخلنا الله احبارك، لم يخلقنا فراطا او عطارا، فوالله الذي لا اله الا هو لن نورث ولن نستعبد بعد اليوم. ودفعنا عن هوى لسكنا،
اسمع لي يا اسمع لي يا وتولى أمرهم إما جاهل أو خائن أو فاسد حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها لحظة، ما كانش في أي لحظة التاريخ في المياه الكفار. الناس خرجت في الشوارع تأيد بلادها، العتاك والضباط والأحرار، جيش بلاده، مصر الحقيقة، مصر البلاد. للتاريخ أفعال والزمن دوار. يا جماعة تفتكروا الانجليز هستولنا؟ ده حقنا الحقيقة من كل ما احنا بنقوله
حقيقية وإيديك عارية وطلعة تقول السلمية قصادك حافل من الأشرار باسم الدين منع قلوبهم يخلوا الثورة دموية وشبابنا غطوا الميدان كأنه من غير أرض ملايين فصول وصلاة الثورة أكبر فرض. لو كنت أعرف ألخص مصر فأصيلة أجساد وأرواح وأصوات سكنوا أحلام بعض وادي الشباب اللي على قلبك يا مصر عزيز خلونا تاني نحس إن إحنا مش عواجيز خدعونا لما قالوا لنا يا أسدتنا شفنا الأسد في ثواني يصحوا كلام راح ينزل المصريين طبعا يوم الجمعة الجاية يوم الجمعة الجاية لابد من نزول كل المصريين الشرفاء الأمناء ينزلوا ليه؟ ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يدينوا تفويض وأمر من أوادي العنف والإرهاب المحتمل. يا مو النيل وادي امين يا مو الزراوي
يمو الأمن يمو النيل ووادي أمين أنت العلم وأنت الفن أنت العلم وأنت الفن أنت أم البنائين يا مصر أنت يا ملاك الحكام فني ينقص وعطاك فني ينقص ويسير احنا راجعين لك يا بلدي واحنا حالفين اليمين ان كل شبر فيك هيرجع البر الامين ان اراضينا هترجع ان اموالنا هترجع ان صلواتنا هترجع ان امجادنا هترجع ان ثورتنا هتبني ان ثورتنا هتزرع فيك شبابك حالفين اليمين ان اول شيء هيرجع ليكي تاني وتقولين هو امن يا حبيبتي زي ما كان من سنين هو عايشك يا حبيبتي وانت ميرا والعجين واحنا راجعين لك معاك واحنا حالفين اليمين ان شمسك رجع تاني راكبة مركب السنين ان نلنا تاني راجع يروي كل العشرين ان ارضنا تاني راجع لتقاوي الفلاحين ان اراضينا هترجع ان اموالنا هترجع ان صرعتنا ان صورتنا هتزرع بين ولادك المخلصين ده الشباب في البلايين شعبية كل التحية والتقدير فرقة الأطفال للفنون الشعبية مليون مصوراتي مليون أكهم الأطفال الإسماعيلية للفنون الشعبية أهلينا انضم أداء إسلام عبد الهادي انضم لينا قولك لدروب الملايين محمود نوح محمد حسن يا محمد السيد يا ابو الزرع يا ابو الدم علي الشرباجي يا ابو الزرع يا ابو الدم يا ابو النيل وادي الامين مشاركه متميزه للفنانين محمد جمال والاستاذ محمد تنادي وقامت بدور شجرة الدر الفنانة داليا أحمد متولي استعراضات الفنان شريف مبارك احنا رجعين واحنا حالفين اليمين ان كل شبر امريت جند الله تاليف الفنان محمد محروس
عبد السلام ابراهيم ان امجدنا اضاءه وليد هيصفني ان صور وميديا عبد الغني الكندي كنتم مع خبريت جبد الله اخراج الفنان ماهر كمال. شكر وتقدير لحمل مستقبل وطن تحت رعاية المهندس أحمد صبري. ودلوقتي هنلتقي مع كلمة للسيد اللواء محافظ الإسماعيلية أحمد القصاص. يا حبيبتي وانت ميا كل ابناء الاسماعيليه وكل فتيات الاسماعيليه كل سنه وانتم طيبين. بقول لابناء مصر بالكامل كل سنه وانتم طيبين. قبل ما اهنيكم بالعاشر من رمضان بقدم تحيه شكر واعزاز لكل شهيد ضحى عشان هذه البلد. بقدم تحية تقدير وإجلال لكل مصاب ضحى بجزء من جسمه عشان هذا البلد. بقدم شكري وشكر كل المصريين لكل بطل من أبطال القوات المسلحة حارب وجاهد عشان هذا البلد. النهاردة وإحنا بنحتفل بذكرى العاشر من رمضان وذكرى الانتصارات دايما من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كانت في رمضان. والجيش المصري ما خيبش امل المصريين وحارب وانتصر في رمضان. عشان كده انا بحيي الجيش المصري كله باسم كل الاسماعيلاويه. بقول لكم النهارده واحنا بنحتفل بذكرى العاشر من رمضان انتصار اكتوبر العظيم اللي لسه وبعد كده هيستمر يدرس في كل اكاديميات العالم العسكريه. ذكرى الحرب بقالنا 42 سنة لسه أثرها مستمرة زي ما انتم سمعين وبالذات زي العالم كله لغاية النهاردة. بقول لكل أبناء وفتيات الإسماعيلية كل سنة وهم طيبين. بقول لهم وبقول لمصر كلها من خلالكم كل سنة وهم طيبين. وبأكد تاني إن بكرة أحسن من النهاردة إن شاء الله وبعد بكرة أحسن من بكرة. والشعور ده انا النهارده لمسته وانا في الموقف بشوف الاجره والتعريفه الجديده اللي عملناها في الاسماعيليه